مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. بنستضيف الليله المعلق الشهير استاذ اكل كره على راسه. استاذ اكل كره، اهلا وسهلا فيك. استاذ اكل كره ركز معي اذا بتريد. اهلا وسهلا فيك. هلا فيك عمي، هلا روحي يا غالي. استاذ اكل كره، سمعنا وعرفنا انه حضرتك عملت دراسه عميقه عن المنتخب اللبناني بالفوتبول بالكره القدم، مزبوط؟ والله يعني انا شغفي في لعبه كره القدم كان بسبب انه الطابه تلاقيها بومبي، ها بومبي، وتلاقي فيها هذا البزبوز محل ما ينفخون الهواء. وفعلا عملت دراسه الحين عن المنتخب اللبناني، وتلاقي انه المنتخب اللبناني اول فريق فاشل ناجح وملفت للنظر. فاشل ناجح. طب شو سبب فشله استاذ كره؟ سبب فشل المنتخب اللبناني تلاقي خط الوسط يستلموه شباب من طيار المستقبل. ها ايش يعني؟ شو يعني؟ يعني بطيء. ها وتلاقي الهجوم يستلمون شباب من حركه امل، تلاقي لذة عقلهم انهم يحطون جوال في شباكن. ها وتلاقي الدفاع من هذا الطيار الوطني الحر، تلاقيهم يلحون ويجون ويبرمون ويلحون ويجون ويبرمون، وتلاقيهم قاعدين مطرحين. ها وتلاقي هذا الجولر من القوات اللبنانيه احلى شيء في حياته انه ياكل جول. ها طب استاذ كره ركز معي، معلش اترك لي المسرح. لا ركز معي، شو الحل بالنسبه لك؟ شو الحل؟ الحل الحريم. قصدي الحل تغيير المدرب. تغيير المدرب الالماني قصدك؟ ايه والله، على المدرب ان يكون لبناني جملاطي عشان يفهم قوانين اللعبه ويعرف يديرها. ها لا عمي، تروح زيتونه بي. ها نمره تليفونك. هلا خالد،